سنلجأ إلى ركلة الترجيح، وحتى اللاعبين أصحاب الخبرة في تسديد ركلات الجزاء سيقعون تحت ضغط هذه الركلات. يضع اللاعب الكرة في نقطة الجزاء. الضربة الأولى ضربة الأماني وكل الأغاني. ضاعت الكرة، كرة ضايعة من البداية، تعقد عليهم كل الحكاية. يضعها على يسار الحارس، كانت تسديدة رائعة، مستحيل التصدي إليها. حسرة كبيرة، نعم ضيعها. إيران على بعد خطوة لتوسيع الفارق لضربتين. يضعها على اليمين، وكرة جول، تقدم بهدفين. يعرف حتمية التسجيل للمحافظة على أمالهم في المباراة، ويلعبها بالجانب الأيسر. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. هي الطريقة المثالية، تضع الحارس في زاوية وتصوب في الزاوية الأخرى، شيء كبير يا عمري حقيقة. كوريا الشمالية عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. كوريا الشمالية عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. أنهت هذه الركلة المباراة، افتقروا إلى الهدوء الذي هو أمر حاسم في ركلة الترجيح. يمكن القول أن بعض اللاعبين الذين سددوا ركلة الترجيح لم تكن لديهم الثقة الكافية. لقد أظهروا روحا قوية في رأيي، لكن في النهاية لم ينجحوا في السيطرة على أعصابهم في ركلات الترجيح.